stressful, you know, hopefully everything gonna fine. And you wanna take forever? Me and my team here, Wala, Lama, Dana, Amir, and of course you, Tony, we're gonna have some fun. It's a very good time with these actors. Well, it's for better exchange between the culture for the between the Middle East and here in the United States. I believe that we did not yet reach this goal by boring and to have a mixed culture between East and West. الهدف من هالإنت حتى نقدر نعمل نشاط ثقافي حضاري بيجمع بين ثقافة الشرق والغرب. أنا صحفية بمثل مؤسسة تحرير هون في الولايات المتحدة الأمريكية، طبعاً هي اتحاد صحفيين العرب الأمريكان. نحن كشباب حبينا إنه نستضيف فنانين سوريين، بلشنا هالموضوع last year باستضافة فنان سوري هو نزار أبو الحجر، كانت الاستضافة رائعة جداً. طبعا هالمرة عم نستضيف ايضا فنانين على مستوى عربي يعني معروفين على مستوى الوطن العربي وايضا هون بالمهجر بأكا معروفين على مستوى العالم بكل طبعا هدول الفنانين هن الاستاذ وفيق زعيم الاستاذ مصطفى الخاني والاستاذ محمد الشمان حيشاركونا وحبوا يشاركونا التكريم والامسيات اللي حنعملهم اياها not just for Michigan مو بس في ميشيغان ولكن around the United States. اول خطوه حتكون هون بميشيغان second step حتكون ان شاء الله الخطوه الثانيه حتكون بواشنطن بعدين نيويورك بعدين لوس انجلوس حيلتقوا بالجالية العربية الامريكية ويعبروا عن نفسهم عنهم لانه اي بليف انه ابلغ تواصل حضاري هو طبعا رسالة الفن اللي بتقدر تعبر اي قارة لانه الفن رسالة ورسالة جميلة تجمع الشعوب. اسفين نحن نسيان في شنطة ما ملاقيها. Hopefully you're gonna enjoy the whole trip with us. So Mr. Khani, what do you think? What's the first impression about the atmosphere here? I think it's good and we meet a good person like you. ما بيشبه البرد اللي عندنا. Very very cold outside, so we made something, but I think it's not enough. I don't know. I warned you. I like very much the snow and the really? Yeah. You can enjoy it tomorrow. Yeah, yeah. It's gonna be 2 feet. Wait, yeah. You're gonna like it. Times. It's for you. هلا لا يحطك موقف شمتان فيه مبسوط فيه. اوكي وير يو كان اي وود لايك تو اسك استاذ ابو حاتم شو الانطباع الاول اللي اخذته عن امريكا؟ لسه ما اخذت شيء بس ما فكرت شو بدي بس شو انطباع هذا ولا انطباع ليش انا شايف تسعة It's all he's remembered the first impression he lost his bag and it's cold and it's cold it's a very cold weather so it's not so good not good start ايش بتقول له؟ بتقول له تشم وتنشر على الخلق على رقبتي على حلبي ما لك حلبي لا لك شيء واو انا بسحب منك الجنسيه خلص ترى كله ما فيني احكي شيء I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like
لاين انه بيحطوا السياره بعدين بتضل بتمشي على هذا شو بيسموه امير لك الاسامبلي لاين المصنع انه المصنع ايه سايد المصنع هو اللي عامل المصنع يعني اه بس في كان قبله سلا برخيص كمان سابقا كانت تصنع وحده yeah. ايوه بس هو اول ما جاب فكره معمل انه يتساوى كذا قطعه yeah. انه السياره 10 قطع شاسي 10 قطع دواليب yeah. وموتورات وتمشي سريع. على سايد معمل yeah. انه السياره تيجي للعامل مش للناس yeah. مش العامل يمشي للسياره السياره بتمرق العامل عشان فهو اللي بلش وعمل أفريسة مشان الكلية يعني ما هلا ما رخصي هلا يجي يشوف شو عم يصير فينا He's like the cars now aren't cheap because you should see what's happening with us right now nobody can afford the cars now من برا مبينين ايه ما في يعني ما مهتمين بالجمال ما في جمال بالمدينة We don't care about beauty here ما بيعتنوا بالجمال على ما يبدو أهل المدينة يعني ما شفت حديقة جميلة ولو شتي yeah. مو مصممة تصميم جميل If it was warm and we took him to the يعني لما شارلي شابلين ساوى فيلمه وحول الإنسان لآلة كيف يشتغل فعلا كان نظرة صحيحة يعني هو نظرة لأمريكا عبر عن ردة فعله تجاه الصناعة بأمريكا أنها حولت الإنسان لآلة ما في فرح ما في حب ما تحسي فلور الإنسان ما عم يتفتح Yeah, we went to Fairlane and they were jumping up and down when they saw us like يعني أنا بحس أنه حتى الأوروبيين أو الأمريكان إذا بيعرفوا ترجموا باب الحارة بحبوه كتير بحسوا أنه هذا العالم عالم باب الحارة هدول الناس كيف كانوا عايشين حسوا انهم هدول الناس حقيقيين حقيقيين يعني مو الحضارة صنعتهم هن صنعوا الحضارة باب الحارة عم يأكد على الإنسان المهم العلاقات الإنسانية العلاقات الإنسانية كل العالم عم تبلش تتفتت تتمزق تروح عم تسفل آلي أهم من البني آدم تفضلوا على كل آخ يا ريت إذا كان عندهم ضيوف كانوا يعرضوا كل واحد هون. يعني سنة يعيش الواحد هون أحسن من 50 سنة بغير مكان يحس بسعادة. كتاب، ميوزك، طبيعة. سعادة معمل إنتاج إبداع شو بده أحلى من هيك شو بدك بتكون شو بدك تكون عوض وتنسى الدنيا 15 سعادة الشمس شلون بتطلع وبتغيب المهيح He only was here a year, he married and moved out, and Mrs. Ford developed the room as her study. حكي ملك مو طبيعي لا مو طبيعي هذا الحكي يعني They love the view. Yeah, this would be really nice in the fall. Sit here, read a book. مو طبيعي مو طبيعي حسك حالك بعصر أباطرة هي الأطلالات هي الحدائق في روتين بعدين بيزيد الموضوع بيعجبك في ثقافة مو عنا المعمار عن غباء مثلا في ثقافة حول المال والغنى والثقافة ساوى شيء حدث عظيم بالعالم لمليار سنة الحضارة عم تنهل منه وتستفيد كان قبل كان غني قبل شو اسمه إيه طبعا ما هو اشترى الأرض إيه طبعا كان غني لا He was a farmer. He grew up just 2 miles from here on Ford Road in Greenfield. كان مزارع ما كان عنده ولا شيء. معناته فكرة السيارات هي اللي صارت أصل السبب للغنى. The favorite room is our next. ما كان عنده سيارة. شايف شو مكتوب فوق مبدع الحارة الشامية أو أهم رجل بيشتغل بيئة شامية
انت جميل. Oh, thank you. Alright, let's go. And all the other support services they needed. So we're going to step over to the house. Hello, everyone. Hello. Can I make a statement? My idea. Probably about four ethnic showers. Especially with carts and buggies to enjoy in summer and winter months. Small steps. One of the largest in the world. Really? I've seen more film than what Hollywood was. I'm a little bit. In the center, you can see there is an X motor. That model is an example of what Mr. Ford was designing. We have a lot of people buying cars at that price today. Yeah, I do. For Christmas, how much was it? Sold. Is it just $480? Yeah. I will take maybe 2 hours, 3. I don't do. We will see. That's how you the for the name And Thomas says in the top of the design of this portion of the public house. Oh wow. Yeah. All day long. Well, by the time the library contained 4,000 books in the collection, behind the mantelpiece is Mr. Ford's reference to making good use of Reed's chop here on the board. Hey, it's here. We're not pulling, and I'm happy. هلا بنروح على البولينج بعدين نلعب بس ما لي متخيل انا انه ممكن يكون في بولينج بهذيك العام يعني من اكثر من 100 سنه حوالي 100 سنه 90 سنه كان في بولينج شيء حلو جدا حلو But there are other ceilings that have those designs. حجر حقيقي محفور بدقة مرعبة يعني هذا الحجر هلا عم يساووا منه على جبصين وما عم يزبط معه شوف الخشونة شوف الدقة down the hallway. Great Empress of Japan that visited the forest on that side, and the prince who went to the library. The room is considered to be the room they used at Christmas. شفت قصور بكثير بلاد أوروبية وعربية كانوا عايشين فيها ناس أنا عم بتفرج كنت عم أقول الله يرحمه ليش أنا ما ترك شيء ما خدم شيء عرفتي كيف يعني كان متنعم وما بيستاهل هذا بيتنعم متنعم وبيستاهل عمل شيء للحضارة كان يقرأ شو أنيق شو حلو شي رائع شي ذكي استغلوا مساوي خزاين هون مساوي هون القعدة يعني هجوم هون كان يحط الكمبيوتر تبعه لابتوب يبعت ايميلات يا اكزاكتلي The room today. Just a small bed.
Although the room was one. But here, under here. Yeah, but the carpeting is today. Why they closed it? Because it was closed as a house, and they developed this room as an archival storage with two stories. And the grandchildren. Only one grandchild still lives today. It was redesigned for the granddaughter. Okay. Pictures of grandchildren. Replace the wood sham we interviewed earlier. هي كبيرة بالعمر. هذا عامل لهم سيارات والله عامل لهم سيارات تشوفوه كثير يعني هيك ما بنقدر نفوت شفت السيارتين اللي عاملينه؟ ايه شارع بنروح نلعبها هذا الجسر بشوفه من عندي من الاوتيل ايه بس فعلا ما بيروحوا الناس السباحه؟ ايه لا ممنوعه نو بتيجي بتصير مسابقات شوف الايس اللي عليه مديش في برد يا الهي شو متكسر الجليد هذاك الكاسينو هذا كاسينو كبير عندهم والاوتيل قدامه هيك وكندا ميته اكثر من هون كثير مملة نعم سيك شوية ما في إلا بصورك أنا صورني خليني شغالي. شغالي 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 بس اعملوا بالي على وشي أيوه 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 غير هذا التصوير التلفزيوني سأقول لك مشهد تلفزيوني سنة تمثيلية شوف على الجو أحلى يا الله تعرف شو هاي؟ اه هاي محل جو لويس تبع الملاكمة هون اللي ايه سيدي سباحة بمعيتك لهنيك يلا شو حياتك وحياتك وحياة الشباب فرد شكي ما بطلع ايه تحت هدول الجليد يا الله شو حلو تركب فيه؟ الايس كريم بالبوض بالبرد طيب ايس كريم از كولد ايه يس لا 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 لانه الايس كريم درجه احمر وعلى اصفر هيك قرنا احسن من هيك كيرفكت يلا تعالوا انتوا اثنين كل صوره واحد واحد يلا 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 بيوتيفول حبيبي
تكون معنا فهي بعثت لنا كل الحب وكل التحية فحبينا ايضا كان معنا متواجد بالولايات المتحدة الامريكية الاستاذ محمد الشماد فهو حب يكون معنا ويتواصل معنا هيدي الفكرة هذا الهدف هيدي الغاية اهلا وسهلا فيكم نورتونا وشرفتونا وفعلا نحن مو بس فرحانين بوجودكم فرحانين انه عم تشوفوا الجالية العربية والامريكية على طبيعتها بسلبياتها بايجابياتها بكل انطباعكم عنا ان شاء الله تنقلوها للشر وتحكوا مثل ما احنا حبينا هالتواصل الحلو يكون بيننا وبينكم انا زعيم في هون وفيكم لانه كل واحد فيهم زعيم ولكن مثل ما قال ابو حاتم لما سالوا الجنرال الفرنسي قال له مين الراس الكبير فيكم قال له كلنا كبار واي واحد فينا راس واي واحد فينا بيحكي عن الكل فنبتدي اولا صراحه الكلمات احيانا البروتوكوليه تبقى عاجزه لانه تظلم القلب تظلم الاحاسيس انا اول شيء مرحبا وسعيد اوقاتكم وانا سعيد اكيد اني كنت معكم شكرا كثير كبير لسيرة على تنظيم الظريف اللي قدمه انا خريج معهد علم الفنون المسرحيه بدمشق عام 2001 تابعت دراستي بالجامعه الامريكيه بيروت وبفرنسا من خلال عدد من ورشات العمل رجعت على سوريا عم درس بالمعهد العالي للفنون المسرحيه من عام 2006 كان في لي اكثر من تجارب سواء مسرحيه او سينمائيه بسوريا او بفرنسا يمكن اهمها اللي هي مع المخرجه العالميه ريان منوشكين هي مخرجه حائزه على الاوسكار ومخرجه مديره تياترو سوليل مسرح الشمس بباريس هذا كان قبل عام 2006 عودتي لسوريا عندي العديد بعض من المشاركات المسرحيه او السينمائيه او التلفزيونيه كان اخر مسلسل باب الحاره كثير نريد نقرا عن تاثير المسلسل التركي حاليا على الدراما العربيه بصوره عامه وخصوصا الدراما السوريه فما اعرف شنو راي حضرتكم في الشيء هذا اللي هل هناك تاثير بس انا في اعتقادي انه هذا التاثير كان بس في السنة الأولى لظهور المسلسل التركي، السنة الثانية أو الثالثة قل هذا ونزل هواية فما أعرف شو تعليقكم. مثابة مأبوس خطر يجب أن يدق. أنا ضد أي دوبلاج لأي دراما في العالم بلهجة أصحاب البلد بدقة أنا ضد هذا الكلام قطعاً ولو بإيدي لأصدر قانون لذلك لسبب لهجة مو ضد الترجمة أو الدبلجة باللهجة باللغة العامية باللغة الفصحى لا ليش؟ لأنه يا سيدي اللهجة العامية تعني الخصوصية تعني الخصوصية المغرقة عندما يترجم أو يدبر عمل من خارج البلد إلى دولة أخرى باللغة الرسمية أو في السبتايتل الشريط هذا يعني أنك تطلع على ثقافة هذا البلد وعلى دراما وعلى معطياته وعلى ما يريد أن يقول فأنت باللا شعور تماماً من دواخلك تضع حاجز أمني بينك وبين ما تقرأ على السبتايتل أو ما تسمع عندما يكون الترجمة الدبلجة باللغة الفصحى تشعر أن هذه معلومة هذا فكر ينقل لك لكي تستفيد من هذا العمل او هذه الدراما الفن يعني هي عمليه
يجب بشكل أو بآخر سنتأثر بالآخرين إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، ولكن أن لا يكون هناك نقل للآخرين أو أن نبقى محافظين على خصوصيتنا. يعني أنا من مهم لي كفنان، أنا كممثل ما أقدم هو نتيجة عملية تراكمية مما قرأت وسمعت وشاهدت وثقافتي المباشرة أو الغير المباشرة، أعيد تقديمه من خلال أدواتي أنا كممثل أو من خلال أدواتنا كدراما أو من خلال الأدوات الفنية التي تقدم فيها. يجب أن نطلع على الآخرين ويجب أن نعرف الآخرين بشكل جيد جدا وبشكل عميق أيضا، ولكن يجب أيضا أن نحافظ على خصوصيتنا. مثلا باب الحارة نحن استطعنا الوصول إلى العالمية من خلال هذا العمل، هو حسب أهم الصحف الأمريكية تصنيفه من ضمن أكثر 10 مسلسلات متابعة في العالم، تاسع بالضبط. فنحن استطعنا الوصول إلى العالم من خلال عمل مغرق في محليتنا، مغرق في عربيتنا، مغرق في بيئته السورية أو الشامية. فكلما استطعنا أن نغوص في دواخلنا أكثر وأن نعرف أنفسنا أكثر، كلما استطعنا أن نصل إلى الآخرين بشكل أكبر. ولكن هذا لا يعني ألا نطلع بشكل جيد على ثقافة الآخرين. حوالي شهرين لكن في مؤتمر شعبي، يعني الشيء اللي أنا يعني دمعت عيوني إن ست عربية فرحانة فينا نحن بيناتنا عم يعني محتفلين، فرحانة فينا إنه يجينا لعندهم وإن هي عندها ولدين من 4 سنين عم يتابعوا باب الحارة وإن ما بيعرفوا يحكوا عربي، تعلموا اللغة العربية من خلال باب الحارة، بهجة باب الحارة. يعني انا يعني كثير انا زعلت على حالي انه ليش منيح بدنا اكثر من هيك، يعني لو يطلع بايدنا نعمل اكثر من مسلسل مثل باب الحارة يستفيد، يعني اولادها عم تقول لك صاروا يحكوا عربي 4 سنين كل يوم عم يحطوا له الحلقات مشان يرجعوا يتذكروا اللهجه الكلام اللي عم نحكيه. طاير عالي فرحانه فينا انه نحن صرنا بيناتنا تعليق، ما يعني عم نستفيد نحن من الغرب، شو عم نستفيد؟ ما بنستفيد شيء، بالعكس ثقافتنا مليانة ثقافة من جوا من جوا، نحن بنصدر ثقافة. في ناس أخين مو طبيعيين يا أخي. أنا معك إيه بعد أنتم تدرس طب يعني أنا بدي هذا الموقف هذا بعيد هواية بيصير كثير معنا مشاكل بالتصوير كثير بيصير اشكاليات بيصير زعل كمان يعني ضمن الشغل يعني انت خلص متى ما شلحنا الثياب راح الشغل وخلاص بينتهي بيصير شغله ثانيه بيصير شخصيه اخرى لابد منه التنشن الشغل لابد منه لانه بنبقى على اعصابنا كاميرات ولبس والى اخره بيصير معنا كثير احيانا مفارقات بيصير معنا States. I was only kicked out 3 times, but that's okay. I'm an Arab. Nobody believes it, except when I go through security at the airport. You knew you were in an Arab neighborhood in the 60s when every grapevine was stripped of every Greek grape leaf in the middle of the summer.
مثل ما باب الحارة وصل لعندكم عبر الأقمار الاصطناعية، نحن جينا لعندكم عبر قلوبكم. بتمنى تضل التواصل بيننا وبينكم. شكراً كتير للإقامة على هذا الحفل الجميل الرائع. شكراً لكم، شكراً لبلدي للأستاذ بسام الملا اللي خلانا نصل لكم. شكراً وبلدكم سوريا على طول مفتوحة لكم. وأنتم كبير إن شاء الله بساعدكم. صحتين. الله يسعد مساكم جميعا. واحد يقول الثاني، أنا الحقيقة سعيد جدا لأول مرة بشوف تجمع أسروي بالجالية العربية بأمريكا مبارح واليوم. إن شاء الله ربي يديم المحبة مع بعض مع بعض لأنه أكلنا هلا أكلنا شوي. الله يديم المحبة مع بعض مع بعض، ونضل دائما مع بعضنا ايد وحده ورافعين رايه امتنا العربيه. بدي اقول هلا اخر كلمه الي، يا ريان احمر يا ريان. 100 اهلي. شكرا. دوم معي مشان نتذكر ماضينا وهلأ لحق حاضرنا. وكلكم ما بدنا صفني بدنا زقفي، بدنا نسلم مع بعض. سهرتنا حلوة. يلا
فطوم فطوم فطومي خبيني بيت الموني اسرائيل ايوه فطوم فطومي خبيني بيت الموني بكرا لما بيجي البرد مالي خيري كان او شو حبيت ابن الصمصين قلبه رزان راسه من دك البستان معرفان وحبيت ابن الصمصين قلبه رزان راسه من دك البستان معرفان افتحي قلبي وخلي منه شي نار ومهما بتبدي فافي بدي من showed them where around in Michigan, and also they had, you know, seen the Arabic community here in Dearborn. And we showed them how there's the Arabic community. We all live with each other from different, you know, countries in Arabic countries, but here all we're all one as one Arabic family. الشباب الممثلين الثلاثة رائعين جدا. الوقت كان معهم ممتع. We spent a lot of time touring. So قضينا وقت كتير عم نلف ومنشوف you know, المنطقة هون عنا Southeast Michigan. They really like it. They're down to earth people. They're really funny. أنا شخصية أنا فلسطينية. So باب الحارة كان مسلسل عربي كان يجسد كيف كان التراث السوري القديم. So إحنا حبينا إنه كيف بنرجع للماضي مش عم نتقدم للحاضر. هذا الشو كثير نايس انه احنا حبينا نيجي هنا عشان نمثل وطننا انه احنا عايشين بامريكا سو الوضع مش دائما في عرب سو بدنا نيجي هون عشان نشوف يعني انه عرب نحس انه احنا في البلاد مش في فلسطين وانه مش في امريكا او هيك رح يتعلموا انه كيف كان الكلتشر زمان كيف كان التراث يعني ايش كان الناس يركزوا ما يركزوا على الاشياء اللي عم يركزوا عليها في الوقت الحاضر هنا كيف العادات التقاليد اللبس كله كان يعني شيء رائع يعني بالنسبة لنا إنه غريب ما شفنا هذا الإشي خصوصاً الجيل اللي إحنا فيه هلا إنه جيل المراهقين حبوا هذا الإشي لأنه هالإشي إحنا ما شفناهوش بأيامنا هذه سو حبيناه كثير فيلم رائع صراحة أنا أولاً برحب بأبطال حارة أبو عواد الإخوة والأخوات الممثلين الذين أتوا من سوريا العربية الشقيقة نحن يعني بحاجة إلى مثل هذا الفن إلى مثل هذا الثقافة وكما قال ويليام شكسبير The world is a stage and the stage is the world العالم هو المسرح والمسرح هو العالم وباب الحارة بجلبوا الثقافة العربية السورية خاصة مسلسل باب الحارة الذي اشتهر بأجزائه الأربعة وطبعا هؤلاء الممثلين والممثلات هم جسر بين الشرق والغرب لأن الثقافة هي كلام الجميع كما قال جبران خليل جبران أعطني الناي وغني فالغناء سر الوجود فالغناء والتمثيل هو يعبر عن حياة الإنسان الاجتماعية الثقافية والسياسية ونحن سعداء ب يعني نشكر الأخت الإعلامية الزميلة ليلى الحسيني إنها قامت بهذا العمل الجبار إحنا نعطيها يعني الله يعطيك العافية. باعتبار الفن رسالة فعلى الفنان أن يتمم هذه الرسالة بالتواصل مع الناس ما بيكفي أنه العمل الدرامي يوصل للناس عبر الشاشة
الممثل لازم يعمل هذا الكونتاكت بينه وبين الناس ويعمل هذا التواصل. فنحن لما حسينا انه مسلسلنا او الدراما العربية السورية وصلت للناس ووصلت بشكل جيد وجميل، حسينا من واجبنا انه نروح نحن اولا نجي نشكر هدول الناس يلي اعجبوا بهي الدراما ونشكر اعجابهم ونشكر تواصلهم معنا شكر كبير، ونقول لهم انه نحن مدينين لهم لتواصلهم معنا، ونوعدهم انه ان شاء الله منقدم دراما افضل وافضل وافضل. يعني في هنا العديد من الاسباب اللي جعلتنا نقبل الدعوه لنكون هون. اول شيء هي جهه تكريم، جهه محترمه، جهه نحن سعيدين انه نكون بيناتهم هون حاليا. الجاليه العربيه بامريكا جاليه فعلا على مستوى بيرفع الراس مثل ما بيقولوا، يعني نحن سعيدين انه نكون هون. فبالتالي الطبيعي انه نكون ما بين هيك اناس فعلا راقيين، فعلا مستوى العرب الموجودين في امريكا من اطباء ومهندسين واصحاب رجال اعمال هم يعني يشرفون الجاليه العربيه. ونتمنى يكون ايضا هناك تنظيم اكثر لهذه الجاليه بحيث ان تكون متوحده اكثر، بمعنى ان تكون قوه فعاله اكثر في المجتمع الامريكي باليونايتد ستيتس. جهود كبيرة مبذولة من قبلهم. مبارح التكريم الصار، أنا حاليا عندي جولة بأكثر من ولاية أمريكية، رح يكون سيكون هناك تكريم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. يعني في شيء بنقول لهم فعلا شكرا، فعلا كنا متصورين انه بذلنا جهود كبيره اثناء تصوير العمل واثناء البحث واثناء تقديمنا للشخصيات التي نعمل عليها، ولكن وقت بيشوف الوحدة المحبه الاكبر بنعرف انه شو ما بذلنا هو اقل مما تستحق هذه المحبه الكبيره وهذا الجمهور الرائع. طبعا الانسان خاصه الفنان الممثل الدرامي هو مجموعه تراكمات ثقافية وعلاقات ودراسات ولقاءات. فأنا بالنسبة لي زيارتي لأمريكا فعلا ستكون نقطة جميلة في حياتي ونقطة مهمة ستضيف إلى كل ثقافتي ثقافة وكل معرفتي معرفة جميلة وجديدة جدا. أنا شعرت أنه بعد هالزيارة ولقاء هدول الناس الرائعين شعرت أنه علي مسؤولية أكبر، لازم أقدم أكثر، لازم أهتم أكثر، لأنه في ناس بعيدين عن عيوني متواصلين معنا وواجبي تجاههم كبير جدا، فلازم أنا أعيد النظر بكثير أمور وساوي عندي باور طاقة أكتر وقدم أحلى. Or see.